غدت ساحات الخرطوم وشوارعها أشبه بقرنفال لمشجعي فريقي مصر والجزائر، تتعدد فيه وسائل التعبير عن أمنيات الفوز والعبور إلى كأس العالم بجنوب إفريقيا. مصريون وجزائريون حملتهم رغبات التشويق إلى عبور الحدود، ومقيمين لم تحل بينهم التزامات العمل في إلهاب أوقاتهم بحماس التشجيع. أما أهل البلد المستضيف فيتقاسمون الأمانية مع ضيوفهم. إن شاء الله ربنا حيزيدنا وحنوصل كأس العالم في جنوب أفريقيا إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله الفوز لمصر، ومصر سوف تتأهل للمونديال في جنوب أفريقيا. إن شاء الله حنلعب كرة مع مصر بكل روح رياضية بدون عنف. نحن مع اللعبة الحلوة. الجزائر فريق ممتع، لعيبة محترفين، ناس بيلعبوا 100%. الله أكبر. مخاوف كثيرة وتوترات لازمت أجواء المباراة. كل المشجعين الغير منتظمين ليس هنالك فرصة، كما سمعتم من شرح الإخوان الآن في الاتحاد، ليس هنالك فرصة لدخول مشجعين غير منتظمين. تحفظات عديدة خرجت من اللجنة المنظمة للمنافسة، نالت الوسائط الإعلامية حظها منها مضاعفا، ليس لقصورها في التغطية بل لتعليتها من درجة الشحن لدى الجمهور واللاعبين أيضا. الشحن هذا سواه الوسائل الإعلام في كل أماكن، وإحنا متأسفين لهذا، لكن إحنا نتمنى أن تكون مباراة ما بين الأشقاء في بلد شقيق ونحبه كثير. ملعب المباراة أو القلعة الحمراء كما يسميها عشاق نادي المريخ السوداني، يسعى القائمون على أمره لأن يكون على مستوى الحدث من خلال سلسلة من التحديثات تزداد مع اقتراب اللحظة الحاسمة. الاتحاد الرياضي السوداني لكرة القدم، الجهة المختصة بالمراقبة والتجهيز للمباراة، أعد نفسه للمهمة وشرع في طرح تذاكر المباراة وفقا لتوجيهات الفيفا القائلة ببيعها بعيدا عن ملعب المباراة، مشترطا أن تكون أقل من المقاعد التي يسعها الملعب تجنبا للتوترات والوارث. عملنا على توزيع التذاكر بعدالة تامة وحيادية بين الإخوة الجزائريين والمصريين وأيضا الجمهور السوداني، نعتبر أنه هو أيضا شريك في هذه المناسبة. مباراة ستبقى في الذاكرة الرياضية العربية والإفريقية طويلا، ليس لأنها الوحيدة في ملعب سوداني بين منتخبين عربيين، بل لأنها الفاصلة الأولى التي يحتكم إليها الاتحاد الإفريقي لحسم بطاقة الترشح للمونديال الإفريقي والعالمي. محمد الطيب من أمام ملعب استاد المريخ، أم درمان.